طيب الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من تواصل دوت كوم، والبداية مع العناوين. في العنوان الأول لهذه الحلقة: غواصون أتراك يشاركون في البحث عن المفقودين الغرقى في مدينة الموصل. وفي العنوان الثاني: أهالي البصرة يطلقون نداءات استغاثة جراء السيول والفيضانات. وإلى العنوان الثالث في هذه الحلقة: ازدياد ظاهرة ضرب طلاب المدارس في العراق ومنها المدارس الخاصة. أما في العنوان الرابع والأخير في هذه الحلقة: تظاهرات أمام وزارة التعليم ودائرة التقاعد العامة في بغداد للمطالبة بالحقوق. في ظل إهمال الحكومات المتعاقبة لتدريب الكوادر المختصة في كافة المجالات ومنها عدم إنشائها فرقا مختصة بالغوص، شارك فريق تطوعي من الغواصين الأتراك من هيئة الإغاثة الإنسانية في البحث عن جثث المفقودين الغرقى في حادثة العبارة في مدينة الموصل. هذه الحادثة كشفت لنا أن الحكومة في بغداد لا تمتلك فرقا كافية للغواصين. دعونا نشاهد تصريح أحد الغواصين الأتراك وبداية عملية البحث من قبلهم فنشاهد. جمعية إيهاء لمساعدة الإنسان. إيهاء أرام أكون ترمى سؤال طبيعي مسؤول مسؤول. مسؤول عن قسم في جمعية إيهاء لبحث وإنقاذ تحت الماء. Öncelikle biz 5 kişilik sualtı ekibi bir keşif ve olay yerini görmek için geldik. Avvalen ahna 5 gavvasin. Avval 4 kişi diyorum. Hazna an bahs ve tenkid amaliyya. Olay yerini gördüğümüz zaman görüşün sıfır. أحد الأطفال الناجين من فاجعة العبارة في الموصل يتحدث عن اللحظات الأولى لغرق العبارة وكيف أنه نجا بنفسه من الغرق، فلنتابع. وين كنت؟ في العبارة. يوم الخميس؟ صعدت بوحدك لو ويا أهلك؟ صعدت أنا بوحدي حسبالي أهلي ركبوا ما على غشاء، قاموا يدفعوني الناس ما غشعتوهم، فعن مشيت العبارة انتبهت على أهلي ما كبروا وانقطع مع العبارة لوديها. الحبل؟ ايه وانقلبت العبارة يعني فاسمعي عليه. بس انت صعدت على العبارة؟ ايه تمام. وقلبت العبارة قصر بعدها؟ فاسمعي قلبت فتنا جو الماي. تمام. طلعت تعرف تسبح انت؟ ايه تمام. طلعت ايدي والجو انت طمست جوا يعني؟ طمست جوا. كانك شفت شيء يعني جوا الماء يعني لو غمض عيونك؟ غمض عيوني. تمام. طلعت الرجال غشاني سحبك. ايه وبعد رحت على الطب العقلي. تمام. رحت وقالوا لي لا روح على مستشفى السلام. تمام. رحت عمي. واهلك كانوا يدورون عليك لو يا؟ لا من طلعت الرجال قال انا من واهله. ايه. وشعوني طيب ودوني على الطب العادي قال ودوني على مستشفى السلام. تمام. وصلت مستشفى السلام قال عنده تسمم. عنده تسمم يعني شربت من الماء شوية. تمام. وبعدين أهلك؟ وبعدين أهلك شعوني يعني جوا على المستشفى عرفوا أن أنت بالمستشفى؟ من الجزيرة شعوني قالوا هذا منو؟ قال من أهله؟ طلعوني وجوا عليك على المستشفى. الحمد لله على سلامتك إن شاء الله. الحمد لله على سلامته ورحم الله الغرقى. أحد المواطنين من مدينة الموصل يتحدث في المقطع التالي بحرقة وغضب عن الأحوال التي وصلت إليها الموصل بسبب الفاسدين من المحافظ ومجلس المحافظة، وكذلك تحدث عن دور المكاتب الاقتصادية التابعة للميليشيات والجهات التي تعمل كما قال لتخريب المدينة، حيث دعا إلى الانتفاض ضد كل الفاسدين، فلنتابع. يريدوا تاخذون ثارهم؟ نعم تاخذون ثارهم، ما يريدون منكم معي. جاي نلعن نلعن نلعن، شنو نلعن؟ احنا نريد نغير. روحوا على مجلس محافظك تسحوا. خليه يطير هون، شنو هذا اللي شايفهم معي؟
يتحكمون بمصير ابناء الموصل. ايش عيط بنات هم اللي ينتخبون محافظ فاسد؟ هم راح يجيبوا لكم محافظ فاسد، وهم راح تقع العباره، وهم راح تجون تنعوش. ظلنا هذا اقول لكم، بيكم ابناء الموصل بدون سباع، اتقوا شر الحليم اذا غضب. انتوا لازم ترغبون، ما يفيد بعد، ما بالتحمل يا اخي. يا اخي اذا راح نظل هالشكل يوميا مجموعه من عندنا راح تموت. اكو مؤامره على هذه المدينه، على هذه المحافظه، يريدون يفيدون هذه المحافظه، يريدون يقرضوها. ليش هم ما يعرفون؟ ما يعرفون من المكاتب الاقتصاديه؟ ما يعرفون الفصائل؟ ما يعرفون عصائب الحق؟ ما يعرفون الخزاعي شو يسوي بالوصول؟ كل شيء يعرفون يا اخوان. لا بس تنعون، تعالوا من عند التغيير، غيروا هذه المدينه، غيروا هؤلاء الفاسدين، غيروهم يا اخوان. مو بس جاي ننعي، ننعي ننعي شنو ننعي؟ جاي شفنا النعزه ونشبع لطم، شفنا عندنا ميت ونشبع فيه لطم، جاي نصور امام الفضائيات بدنا ننعي؟ لا والله، خلينا واحد يقعد ببيوتنا. الشهداء ما يريدون عندكم نعي، الشهداء يريدون الثار الثار الثار، اخذوا ثارهم. شفيكم؟ شفيكم؟ ما هزكم؟ هزة بسيطة صارت هزتكم. هاي العبارة ما تهزكم، هاي الكوارث ما تهزكم، آلاف المعلف اللي تحت الأنقاض ما تهزكم، المدينة المخربة المدمرة ما تهزكم. لا تسمعون حتي لجنة تقصي الحقائق وجدت لحماية الفاسدين. أول تهمة تهمة أهل الموصل. إلى تفاصيل الخبر الثاني أعزائي المشاهدين، السيول والفيضانات التي اجتاحت محافظات الجنوب خاصة محافظة البصرة كشفت أنه وبعد 16 عاما ومع تعاقب الحكومات أنها لم تضع حلولا ناجعة لتفادي الأمطار والفيضانات. الخدمات المعدمة في العراق توضح لنا في موسم الصيف وفي فصل الشتاء أن المواطن العراقي كأنه يعيش قبل 100 عام، والفضل يعود للحكومات المتعاقبة التي جلبها المحتل الأمريكي في المقطع التالي سنشاهد امرأة مريضة تم نقلها بواسطة ثلاجة قديمة، وذلك بعد غرق منطقة الصالحية في محافظة البصرة، فلنتابع. هاي امرأة مريضة، طبعا هسه جابوها من المستشفى يحطونها بثلاجة ويعبرون. وين الإنسانية؟ مناشدة للإنسانية، مناشدة. محافظ عنده غيرة، مجلس البلدي، أي واحد عنده غيرة يجي لهاي المنطقة المنكوبة. الصالحية تنو ما منكوبة. زين؟ اليوم جاي الناشد وأي مسؤول وأي حركة وأي آليات ما تواجدت بهاي المنطقة. قرية الفداغية التابعة لقضاء الفاوي بمحافظة البصرة ليست بأفضل حال من منطقة الصالحية، فنتيجة لارتفاع منسوب مياه شط العرب غرقت القرية وتحولت إلى بحيرة كبيرة بسبب السيول. أحد أهل القرية صور المقطع التالي ونشره على منصات التواصل الاجتماعي، فلنشاهد. يردون ماي هذا الماي، والله هذا الماي حلو. وشنو؟ ولك 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 غوي غوي ما فيش. العالم كلها غرقت، طبعا ناحية البحار منطقة الفداغية. نبقى في محافظة البصرة وإلى ناحية السيبة الواقعة جنوب المحافظة، حيث أطلق أهالي الناحية نداءات استغاثة بعد غرق منازلهم وأراضيهم الزراعية نتيجة ارتفاع منسوب مياه شط العرب جراء السيول القادمة من إيران، فلنتابع. مشكلين ونمشي، حتى بيوتنا راح تغرق. عباط استخبارات مال الحدود النفط يقول ممنوع التراب. وين نروح؟ شوفوا بحر صار، بحر بحر.
صور صور صور. هاي سيارة جاية سيارة. شوفها 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 غرقان العالم ولوري تراب نجيبه ممنوع. وين نروح؟ وغرقني. هاي تبليغ خاص حق الدولة مليارات مليارات. شوفوا غرقنا حتى غرقنا لحقونا شلهنا. وين نروح؟ وين نطي وجهنا؟ تفضل فعلة 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 خطية فعلة. سيارته بالثلاث شدات. وين تروح هاي؟ العالم ما تروح لحقونا الدولة لحقونا. وين نروح؟ هاي فضنا هاي بيوتنا غرقت فكل الدنيا. ها تفضل تفضل فعلة حتى تعال 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 ابويا تعال. وفي البصرة أيضا نشد أهالي قرية الفتاحية التابعة لقضاء الفاو بمحافظة البصرة بعد عبور مياه شط العرب السد الترابي الذي أقاموه ودخولها إلى بيوت المواطنين. أحد المواطنين صور المقطع التالي فلنتابع. إلى من يهمه الأمر، هذه الفتاغية راح تغرق نهائيا. عبرتها مياه شط العرب وسوف تذهب العوائل إلى الجحيم. يا مسؤولين يا نايمين، صح النوم، استحوا على أنفسكم، خجلوا. يا محافظ البصرة وين أنت نايم؟ اطلع شوف العوائل راح تنفجر. وين الدرايب يا سردار؟ اللهم انعمكم. هاي العوائل ستموت، اطفال نساء. الى تفاصيل الخبر الثالث، حيث تظاهر مجموعة من موظفي الدوائر الحكومية في المحافظات كافة أمام مبنى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بغداد، وذلك للمطالبة بتعديل قانون الإجازات الدراسية. وطلب المتظاهرون بمنح الإجازات الدراسية خارج البلد لموظفي الوزارات والدوائر الحكومية في المحافظات، وكذلك إلغاء قيود العمر والمعدل بمقابل اعتماد الخبرة العملية. وأكدوا بأن قرار إتاحة كمثل هذه الإجازات لهم ولأقرانهم يتعرض للإهمال والتسويف من قبل وزارة التعليم العالي منذ العام 2014 رغم مطالباتهم المتكررة من جهة حكومية متعددة. دعونا نتابع. راح احنا لفيف من موظفي الدولة من كافة الوزارات ومن كافة المحافظات، وقفنا هنا اعتصاما امام مبنى وزارة التعليم العالي دارة البعثات لكي نطالب بحقنا اللي هو فتح الإجازات الدراسية الذي دامه تريث به من 2014 ولحد هذه اللحظة. نطالب بإلغاء نظام ثلاثة المشحف بحقنا حقيقة، اللي هو أنه للماجستير العمر 35 وللدكتوراه العمر 40 سنة، وكذلك المعدل 65 للماجستير و75 للدكتوراه. مظلوميتنا كالآتي، يعني دارة البعثات والوزارة حسب معلوماتنا أنه تريد تغير هاي التعليمات، تعليمات 165، وهذا بغبن كبير لنا، لأنه هو اللي قدام أخذ من عندي 4-5 سنوات ويجي حاسبني على العمر. ثاني شيء بيها شروط استثناء، وهذا قانون، وهذا قانون قديم، يعني ما اجت تبي الوزارة بالجديد، يعني من الستينات والسبعينات اللي عنده خدمة 5 سنوات يعني مجزية ومرضية ممكن يحصل استثناء من الوزير، لأنه الخبرة تعادل الشهادة. طالب في مدرسة صروح موطني الأهلية في محافظة بابل تعرض للضرب من قبل معلمته. هذه الحالة، أي ضرب الطلاب، تزداد في المدارس العراقية خاصة في الآونة الأخيرة. أهالي الطالب قالوا بأن المستثمر صاحب المدرسة لديه نفوذ ولا يستطيع أحد تقديم شكوى ضدهم. دعونا نتابع هذه الحالة في المقطع التالي. أخوي طالب صروح موطني، مدرسة صروح موطني الأهلية بصف الأول المتوسط. غلط غلط بسيط هو مسويه أو ما مسويه، أخذته للإدارة، ضربته ضرب مبرح، يعني أذته حيل بشكل زين. أنت لما هو غلط غلط أكو مثلا تزين على أهله أو تطيع عقوبة توبيخ، إحنا هذا متعارف بالمدارس. زين أنا مودي ابني المدرسة أهلية
احنا مودين ولدنا المدرسه الاهليه قلنا شويه احسن من المدارس الحكوميه، يعني شويه افضل. شو طلعت انه بالمدارس الحكوميه بعد افضل من الاهليه. ناشد وزاره التربيه ان تضع حد، ومديريه التربيه بابل تضع حد، والخاص خصوصا الهاي صروح موطني. يعني اليوم احنا قلنا لكم هاي الحاله الثالثه اللي قاعده تصير، والمستثمر يقول انا ما اخاف من الجهات المعنيه، انا عندي من يسندني، واكو صايره قضيتين قبلنا والقضيه منتهيه بشكل غير رسمي، لا لجان تحقيقيه ولا من خلال تاثير اطراف منتهيه. احنا اليوم ناشد وزير التربيه ومديريه تربيه بابل ان تضع حد، واملنا كبير بهم ان شاء الله. ديره قامت تضرب بي وبي بالعوده، وبعدين طلعتنا انا وولد ثاني للاداره، وقامت هناك ما تضرب بينا. لما انكسرت العوده قالوا جيبوا لها غير عوده، وما ظلت تضرب بينا. كسرت العوده على يدي ويدي الثاني وياي. وهاي منا انا ورمت، وهاي منا ورمت، وهذا صبعي ما اقدر يوجعني مفصوخ هذا. حتى دوام قاعد اخاف دوام، لان هي قامت تجي ايام، يعني ما حد يعرفها شو وقت تجي. ومن تجي تضرب بينا تظل تضرب، واحنا مدرسه اهليه يعني بفلوس. الى تفاصيل الخبر الرابع. يعاني الكثير من المتقاعدين في العراق من تاخير معاملاتهم وايقافها لفترات طويله بسبب الروتين وانتشار الفساد الاداري. احد المتقاعدين من امام دائره التقاعد العامه في العاصمه بغداد، ومن خلال قصيده شعبيه هاجم الفاسدين في الحكومه. دعونا نشاهد. خيرتكم انداحت، هذا شيء معروف. خيرتكم انداحت وهذا شيء معروف. ولك والله يا بتكذب على الشعب يومية. حياك الله، حياك الله. التقاعد رحتوا تفوقون. اي والله. عملتوا للتقاعد رحتوا تفوقون، رجعتوا وبعتوا 10%. وكم من مساحة لا غيرة ما تخجلون. والله لعبتوا بالبلد لعبة الجوبية. والله من اللي بيأتوا طارت الخيرات. والله من اللي بيأتوا طارت الخيرات. شافتكم حزن وفراقكم انعيد. انتم لاعتم حزكم وحنية. ولكن خدنا لعبتوا وعزكم محيدين. بكتب فلوسنا ايش خلاتوا علي. والله ما ينسى الشعب افعالكم شينات. باقة الخارجية. بكتوا الشعب جوعان. ترنيانات بكتوا الشعب جوعان. يا هلي تستمني لك المال. عبادي يقولوا لا ينسى علي. حديث الحرامي. انتم وزارات وبدخ بفلوس هاي الناس. وزارات وبدخ بفلوس هاي الناس. فرقت الشعب بكتوا المالية. أهلا بكم من جديد ومع فقرة أراءكم. تحدث وزير الموارد المائية جمال العادلي قائلا بأن مجلس الوزراء سيدرس إمكانية مساعدة إيران جراء السيول التي ضربتها في الوقت الذي يستغيث فيها أهالي البصرة وبعض مدن العراق بالفيضانات والغرق، ولم يجدوا عونا من الحكومة. دعونا نتابع تصريح وزير الموارد المائية. جنوب العراق من نهر القارون بدأت تجي تدفقات كبيرة جدا، يعني ما أبالغ إذا أقول منذ عشرات السنين ما جايتنا هكذا كميات من المياه على نهر القارون. أنتوا شفتوا أخوان، يعني مع الأسف يعني جار إيران يعني صارت عندهم نكبات حقيقة. وإن شاء الله اليوم إحنا في مجلس الوزراء إذا قدرت أحضر أن نفكر شلون نساعدهم ايضا في هذه الازمه هم فيها. هذا التصريح اثار الكثير من التعليقات على موقع فيسبوك. دعونا نتابع. محمد او مهند علق: حبيبي الشعب العراقي لو ينتهي مو مهم، اهم شيء الارجنتين راضيه. بهاء الراوي: شعبكم محطم مدمر وتسرقون وتفكرون بغيرهم. محمد البراك: أيهما أحق بالمساعدة، بيتك وأهل بيتك؟ لو جارك، لو كان أهل بيتك
متنعمين، ماكو مانع مساعدة الجار، لكن أهل بيتك حالهم أسوأ من حال جارك بعشرات المرات. المعتز بالله، روحوا انطوهم مليارات بعد شعبكم ياكل من النفايات، والله انتم مو اشراف. ابو معتز، مو البصره غرقت وصعد منسوب شط العرب، تدري لو ما تدري. نجاح حميد الجبوري، ولكم شوفوا اهل الفا واهل العماره واهل بدره، هم اولى بلدهم من ايران، شعبنا كله مهجرين بس هم تبع الايران. والآن إلى فقرة هاشتاج. اعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسميا بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان المحتلة من سوريا في عام 67، في خطوة أشاد بها رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو ووصفها بالتاريخية. هذا الاعتراف دفع بالمغردين العرب إلى إطلاق هاشتاج الجولان أرض عربية. دعونا نتابع بعضا من هذه التغريدات. بهاء غرد من مواطن عراقي: أدعو الشعوب العربية أن تعبر عن رفضها للاحتلال وأن تحتقر كل حكومة أو شخصية تطبع مع الاحتلال أو تدعمه. أدعو الشعوب لأني غسلت إيدي من الحكومات العربية. خالد الإبارة غرد: تاريخ يعيد نفسه، وعد مشؤوم آخر ممن لا يملك لمن لا يستحق، ومن يهن يسهل الهوان عليه. علا الشيخ غردت: أين هي براميل نظام الأسد وصواريخ روسيا ورصاص مرتزقة إيران التي كانت تدك دكا على رؤوس السوريين؟ أين هو مثلث المقاومة والممانعة من الجولان الذي كان الثمن لبقاء حكمهم؟ محمد غرد: قام الشعب السوري بثورة سلمية، قتل بشار وإيران منهم نصف مليون، يقدروا يطلقوا رصاصة واحدة على إسرائيل؟ يتساءل. والآن إلى فقرة ما بعد الهاشتاج. وافقت حركة حماس على الوساطة المصرية مع الكيان الصهيوني، وتضمنت وقفا لإطلاق النار عند الساعة 10 من مساء يوم أمس. ورغم ذلك استمر القصف الصهيوني على قطاع غزة طيلة الليلة الماضية. للمزيد حول هذا الموضوع دعونا نتابع التقرير التالي لموقع رصد. اعترفت شركة فيسبوك بحفظ كلمات مستخدمي الموقع، ما يعني الاطلاع على الرسائل الخاصة وتسريبها أو سرقة الصفحات والحسابات البنكية. موقع دوت يوضح أكثر حول هذا الموضوع، فلنتابع.
وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.